قصر شهريار يفتح لكم أبوابه من جديد، وشهرزاد بانتظاركم لتقص عليكم قصصها. شاهدوها مجاناً. حمل تطبيق 1001 من متجر تطبيقات iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، ومن متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد وأجهزته اللوحية، واستمتع بمشاهدة أعمال 1001 الأصلية وآلاف الساعات من الأعمال الدرامية والوثائقية العراقية والعالمية. لتحميل تطبيق 1001 على أجهزة آيفون وآيباد، اضغط على أب ستور وفي خانة البحث اكتب اسم التطبيق 1001، ومن نتائج البحث اختر 1001 ثم اضغط تنزيل. لتحميل تطبيق 1001 على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، اضغط على جوجل بلاي وفي خانة البحث اكتب اسم التطبيق 1001، ومن نتائج البحث اختر 1001 ثم اضغط تثبيت. بإمكانكم أيضاً متابعة أعمال منصة 1001 على متصفحات الحواسيب الشخصية. لن تحتاج إلى بريد إلكتروني أو كلمة سر لتسجيل الدخول إلى منصة 1001. بإمكانك اختيار الأعمال حسب تصنيفاتها: دراما عراقية، برامج كوميدية، مسلسلات رومانسية، دراما عربية، أعمال 1001 الأصلية، وألف حكاية وحكاية، حصرياً ومجاناً على 1001.